اما هلا سلمى، ضمن مساحتنا الصباحيه الاخيره رح نحكي عن صبيه بلشت مشروعها الخاص وكان عندها الاصرار يكون لها بصمه مميزه اليوم، لانه كثير من الصبايا والسيدات عم نشوفوا انه عم يكون في لهم مشاريع لكن كل وحده لها بصمه خاصه. اكيد اكيد نور، مشروع اليوم بصمته الخاصه مو بس بالشغل، بصمته الخاصه مبينه من اول ما فاتت سحبته على الاستوديو. طبعا عم نحكي عن شيء كل الناس بتحبه اللي هو الشوكولا. اختارت مايا صيباطي ضيفتنا انه تكون بصمتها بخلال صنع الشوكولا بالبيت، كل شيء بتعمله من التصميم انتهاءا بالشكل وطريقة العرض هو كلياته شغل ايدها. طبعا ما رح اقدر يمكن الكلام شوي بيوصف، بس الشعور مختلف لانه ريحة الشوكولا الفايحة اللي واضحة، الشكل ما بعرف قد ايه رح نقدر نظهر خلال الحلقة طبعا هي تفاصيل، ونتعرف اكثر على ضيفتنا مايا صيباطي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الشغلات الحلوة. صباح الخير، صباح الشوكولا وصباح السعادة مني مايا تيت شوكليت بكل المحبين ومتلذذين الشوكولا. يسعد صباحك. بالبدايه يعني خلينا نحكي عن مشروعك، لانه عم نشوف كثير من الصبايا والسيدات عم يكون لهم مشروع بالاكل، بس لما نشوف اختيار الشوكولا هي فينا نقول مشروع صعب شوي، لانه ممكن انا بلقمه شوكولا صغيره او قطعه صغيره احكم على هذا المشروع اذا فعليا هي شوكولا مميزه بتختلف عن السوق ولا مثلها مثل غيرها. تمام. هلا اكيد اول حب بيجي من اول لقمه شوكولا. صحيح. التحدي معي تي شوكليت كان انك تحبي الشوكولا من اول نظره وكمان من اول لقمه. انت بالاساس عندك غرام للشوكولا. تمام. انا كثير بعشق الشوكولا وبحبها، بس معي تي شوكليت لازم تحبيها كشكل وكطعمه من اول نظره ومن اول لقمه. حدوقيها. وهذا اللي فعلا نحن حسينا فيه، لسه هلا ما دقنا بس عم نتفرج، يعني الاشكال اللي موجوده بدنا نحاول نعرض اغلب اللي موجود معنا، النماذج اللي جابت لنا اياها مايا، ما بعرف قديش بنقدر ندخل. طبعا هي شفايف، ورد، بسات هدول، خلينا نقول صدف، قلوب، اشكال متعدده وبالوان كمان متعدده، وحتى الشكل النهائي، يعني هذا الشيء نحن بنشوفه على السوشيال ميديا كثير، بنشوفه على النت، بنقول ايه بدي اشوف على الواقع مثل الصوره. تمام. فهو هلا نحن عم نشوف على الواقع فعلا مثل الصور. تمام. خلينا نحكي عن هاي التفاصيل. بلشت فكرتي بوقت صار قطعه الشوكليت بونبون بتجسد لحالها قطعه فنيه. الفن بدا يظهر بقطعه الشوكولا. هي شغفي انا بالرسم، شغفي بالالوان، وشغفي بالفن. شيء حلم كان من اول وما قدرت احققه. وقت اخذت فكره الشوكليت بونبون الفن، حسيت انا انه هذا الطريق اللي انا بدي اعبر فيه عن شغفي بالرسم وبالالوان وعن ذوقي كمايا. فاخذت طريق حول فيه صناعه الشوكولا لقطعه فنيه. وهون المختلف بمشروعك اليوم، لما نشوف في عندك اشكال وديزاينات مختلفه، يعني هلا كنت عم نشوف مثلا عامله على شكل فينا نقول فانوس، يعني فانوس رمضان. هلا نحن جايين على رمضان، على رمضان، فعم نشوف الضيافه، ما بعرف في اشكال كثير حلوه وغريبه، في شكل مبخره كمان قدام، ما بعرف هلا على الطريقه موجود. هي هي. وفي فنجان ولا مبخره وشمعدان حتى. فنجان قهوه. هي فنجان قهوه. انت ما في اشكال غريبه، من وين بتجيكي الافكار لما نحكي؟ انه في ديزاينات جميله وغريبه، وفعلا لو ما حدا عنده هي الموهبه فينا نقول الرسم وديزاينات ما بتخطر بباله. تمام. انا بحب الرسم كثير وبحب الالوان والفن، هذا الشيء خلاني اني اختار الشوكولا ك ماده اظهر فيها فني او رسمي او حبي للالوان وللشغف. هدول كثير حلوين. بشتغل كمان انا مميزه كثير بالشوكليت بونبون، بس كمان بشتغل لمناسبات لاعياد ميلاد وحفلات. ما بشتغل كيك بس، بشتغل الكيك بوبس، الاوريو كوكيز، ولعده مناسبات. حلو. بحسن اني اعملهم. يعني قدرتي تدمجي مثل ما عم نسمع هلا منك بين الفن اللي انت بتحبيه والرسم والشوكولا. والشوكولا، يعني قد ايه مميز طبعا هذا الشغل. ويمكن هلا مايا خلينا ندخل شوي بتفاصيل، انه في صعوبه بهذا الوقت اليوم بانه هذا المشروع الصغير اي شخص فينا يقدر يثبت نفسه، لانه تعددت عنا النماذج. صحيح. المحلات نفسها صارت، او الشركات اللي معروفه تبع الشوكولا وغيرها من الحلويات صارت تحاول
تتفنن وتعمل، وبنفس الوقت في عنا كتير مشاريع صغيرة سيدات بيشتغلوا شغلات حلوة. فبوسط هاي الصعوبة وبهاي المعادلة وانتي عم تحاولي طبعا تعطي جودة مهمة، الجودة هي أهم شيء اليوم. طبعا. أنا شو بيخليني أروح لعند مايا ما أروح لعند سين أو عين من الناس هو الجودة والشكل، فكيف قدرتي تحققي هاي التفاصيل؟ تمام. هلأ أنا من وقت ما بدأت بال2020 كنت حاطة الفكرة ببالي، عملت كورس أونلاين، كورسات كتير أونلاين قبل ما بلش بالواضح العملي، سجلت هون بكورس وكان عندي شيف كتير رائع وممتاز ساعدني كتير وعطاني من قلبه. بعد منه اعتمدت انه انا امشي بالمقاييس العالمية لصناعة الشوكولا. اول مقياس هو نوع الشوكولا، عملت خلطي اللي هي إلى طعمتها الخاصة ونكهتها الخاصة، والمفروض أي حدا بيشوف القطعة أو بيدوقها بيعرف إنه هي مايتي شوكولات. ثاني شيء حبيت كثير إنه أخذ موضوع زبدة الكاكاو، شوكولاتي طبيعية بزبدة كاكاو كاملة بدون مواد أو زبدة مهدرجة أو بديلة. ثالث شيء اعتمدته كثير هو الحشوات، عندي تنوع بالحشوات. عندي إذا بتلاحظي حشوات مستمدتها أنا من خيرات البلد الموجودة عنا، المكسرات، الجوز، الفستق، البندق، البردقان المجفف، وعندي كمان حشوات أجنبية. يمكن هذا النموذج هلا كمان كثير مهم عم نشوفه والناس كثير عم ترغبه. تمام. اللي هو الشوكولا بالفواكه، الشوكولا بالشوفان. هلا هدول نحن الحمد لله بالشوفان بالمكسرات وبالمجففات، هذا كله انا استمديته، طبعا نحن بلدنا غنيه بهدول. ضفت عليها كثير مكونات عالميه حتى تقدر معية الشوكولات ترضي كل الاذواق الصغار والكبار. يعني كمان عندي حشوات ونونين عشان نسبه السكر وهدول القصص، فهي نقطة كثير مهمة لما ألعب على هالتفاصيل. نسبة الكاكاو بالشوكولا تبعي نسبتها عالية كثير، عندي سكر خفيف والشوكولا نسبتها عالية. الكاكاو الأهم شيء والأساس بالموضوع إنه هي خالية من أي زبدة مهدرجة أو زبدة بديلة، وأهم شيء إنه الحشوات كلها مصنعة بالبيت بس بعملها قطعة قطعة. الألوان اللي أنتم عم تشوفوها هي ألوان زبدة كاكاو كلياتها مدوبة بزبدة الكاكاو الطبيعية ومرسومة قطعة قطعة بإيدي، أخذة من روحي، أخذة من شغفي. بكل قطعة بتطلع هي أخذة مني تعب وأخذة مني فن وأخذة مني شغل. واضح هذا الشيء على كل القطع اللي عم نستعرضهم على الشاشة وعم نشوفهم على الطاولة. خلينا نحكي، بلشتي مشروعك بال 2020 عم تقولي، يعني فينا نقول تقريبا صار عمره سنتين، ردود أفعال الناس اليوم على شغلك؟ هل شاركتي بوزارات يمكن هيك يكون في تواصل او تماس؟ تمام. مباشر، لانه رده الفعل يمكن نوعا ما بطريقه مباشره بتعطيكي يعني ايه مختلفه ومسؤوليه. تمام. لقدام كيف فيكي تكملي بهي الطريقه؟ هلا انا حسيت البازار هو مكان للتفاعل الاجتماعي. يعني البازار بيعطي فرصه للشغل اليدوي الحرفي المميز انه يظهر للمجتمع. طبعا انا بالنسبه وبيروج لهذا المنتج، طبعا انا موضوع الترويج كان كثير مهم باشتراكي بالبازارات. صحيح. يعني انا اتروج لمنتجي بشكل صحيح. صحيح. بس الاضافه اللي كانت كثير حلوه بالبازار انه انا كنت محاطه بسيدات فعلا مبدعات، فعلا مميزات، وفعلا قطعن بيحيطوكي بكل الحب بكل الاهتمام. فانا مشروعي اللي هو بيعبر عن الحب مايتي تشوكليت سيد ويذ لاف كان انولد ببيئه كلها محبه وكلها سيدات مبدعات. طبعا رده الفعل بالبازار كانت كثير حلوه، وقت اول ما ضيف حدا قطعه شوكولا ويعمل لي شو طيبه، يعني هذا الشعور ما كثير كثير حول شغلي من انه شخص عم بيع على الانستغرام ما بعرف زبايني ما بعرف شو ما بحبه ما بتعرفي شو عم بيصير ما بعرف شو عم بيصير شوفوا اول قطع. فكان كثير الشعور حلو انه كانوا يعبروا لي. طبعا حبوا الباكجينج كثير، حبوا الذوق اللي بالقطعه، حبوا طريقه العرض، وكثير كمان كنت مبسوطه وقت قالوا لي انه الشوكولاته تبعك كثير بتشبهك. يعني احسنت انه اتواصل انا وياهم واعرف انه هن كمان حلو. شو متطلباتهم وشو بدهم. يعني دائما هيك نحن
بننبسط لما يكون معنا بصباحنا سيدة من السيدات اللي عندها طبعا مشروع صغير وشغف وبتقدر تشتغل فيه وتبدع. بدنا نشكر وجودك مايا صباطي ونقلك يعطيك ألف عافية. بنتمنى ميرسي. نستقبلك بعد فترة نشوف مايا صار عندها براند أكبر وأوسع وصار انتشار أكثر. ميرسي لكم، بتشكر وبتشكر كل حدا كمان وقف معي ودعمني من عائلتي من اللي حوالي كلياتهم، وبتمنى كثير انه اكون انا معي تشوكلت هي بتحقق حلم كل شخص عاشق للشوكولا شو حابب انه يذوق. وبتشكر كمان كثير الفرصه اللي اعطيتوني اياها باني انزل. ونحن اكيد سعيدين بوجودك مايا ومبسوطين حتى لما عم تحكي عن مشروعك وعم تحكي عن تفاعل الناس، عيونك هيك عم يضوا وعم يعطوا شويه هيك فينا نقول فرح وطاقه. قديش انت سعيده بهيدا المشروع، بنتمنى لك التوفيق. نحن دائما بنعتز ونفتخر بالصبايا والسيدات السوريات لانه فعليا نحن ظروف صعبه واستثنائيه وعندنا فينا نقول منتجات وبراندات تضاهي العالميه اليوم. الشوكولا السوريه وصلت للعالميه. صحيح. طبعا في براندات كثير مهمه طلعت من عنا ووصلت للعالميه ان شاء الله. هدف مايا تشوكلت انه توصل الصناعه اليدويه بقطع الشوكولا للعالميه. اكيد ان شاء الله بنتمنى لك توصلي اكيد للعالميه ونستضيفك معنا مره ثانيه. شكرا كثير لك. ميرسي كلكم، ذوق الله يعطيك العافيه. شكرا لك مايا. براند مايا او منتج مايا هو الشوكولا. بنتمنى كل حدا يلاقي الشيء اللي هو بيتميز فيه ويقدر يبلش فيه، الفرصه موجوده اذا نحن بدنا ندور عليها. شكرا كثير لك مايا.